هيهات يا دار أن تصفو الحياة بنا ويرجع الجمع بعد النأي يكتمل، لكن روحي ستبقى فيك ساكنة، ما لي بأطمة لا شاة ولا جمل، إن مت يا دار أو طال الزمان بنا. فالصبر يا دار لا يضعف لنا أمل. أود سنكون قد أتممت السنة الرابعة من تركي لوطني سوريا ومجيئي إلى وطني الآخر مصر، ولذلك أود أن أقدم لكم جميعا خالص شكري وامتناني لحسن ضيافتكم واستقبالكم لنا.